جلسنا في قهوه قهوينا قالك احقا راه تزادت داكشي كتقهوى ب 7 دراهم ولات 160 تتقهوى ب 6 دراهم ولات 140 زيدوا لنا في الخدمه زيدوا لنا في الفلوس الخلصه اللي كيتخلص ب 50000 ريال ولا يتخلص ب 60000 ريال بنادم كتزيدوا تدمروه الخدمه قليله ما كايناش كتزيدوا بنادم تدمروه وكتزيدوا تخليو عليه تخليو بحال اللي ولينا عايشين في اوروبا كتصدم كل نهار كتفيق كتسمع حاجه حنا قلنا مور العيد غتفاجئ تنوض كتسمع اتزادت في الزيت اتزادت واش الزيت كان ب 70 درهم ب 60 درهم ولا ب 2200 ويوصل 150 درهم راه لا اله الا الله خويا لا راه طبلة المواطن طاب المواطن عيا والله العظيم احنا كنا كنتسناو زعما يخرج سيدنا رمضان والحال يزيد يتحسن بالنسبه للمواطن اللي مضرور احنا كنشوفوه غادي كيتزاد انت شوف الزيت فين وصلات قالك غتوصل حتى ل 150 درهم دابا وصلت ل 2200 ونهار العيد تفاجئوا عاوتاني في المقاهي اي مقهى تزاد 6 درهم في المقهى تدخل اي مقهى مثلا كنتي كتقهوى ب 7 درهم ولا 160 تتقهوى ب 6 درهم ولا 140 يعني اخويا كحنا ك مواطنين ضرورين كنتسناو حنا منهم يزيدوا للشباب في الخدمه يزيدوا لنا فشي حاجه ماشي يزيدوا لنا في اي حاجه مره انت كيزيدوا لك في الطاكسي غير بالقوالب انت مي كانت كورونا زادوا لنا نقصوا لنا البلايص وزادوا لنا في الطاكسي ولا دابا الطاكسي بقى فيكس داك الثمن بغيتي تطلعي من هنا الحمريه 3 دراهم بغيتي تطلع من هنا لديم 4 ديال الدراهم يعني واخا كملوا 6 ديال البلايص عاوتاني تنتفاجئوا دابا حاليا نهار العيد تنتسناو حنايا الفراش شي حاجه تكون زعما من الاحسن ولينا كنشوفوا بالله عاوتاني دابا حد الان المقاهي هما تزادوا جينا نهار العيد جلسنا في قهوه قهوينا قالك احقا راه تزادت اي مقهى هنايا اي مقهى في المغرب ماشي زعما هنا في مدينه مكناس راه تزادت حنا كنتسناو حنا كشباب دابا كنتسناو زيدوا لنا في الخدمه زيدوا لنا في الفلوس الخلصه اللي كيتخلص ب 50000 ريال ولا يتخلص ب 60000 ريال اللي يتخلص ب 70000 ريال يتخلص ب 80000 ريال اللي يتخلص ب 100000 ريال يتخلص ب 120000 ريال ماشي تبقاو تزيدوا لنا حنا غير بنادم كتزيدوا تدمروه الخدمه قليله ما كايناش كتزيدوا بنادم تدمروه وكتزيدوا تخليو عليه تخليو بحال اللي ولينا عايشين في اوروبا وليتي كتشوف انت الثمن ديال غير بياسه اللي بغيتي تشريها بحال الثمن اللي كاين في اوروبا ودوك اللي في اوروبا راه كيتخلصوا بالثمن يعني حتى الا شراها غاليه راه جات باع راه كيتخلص بالثمن هذا هو دابا المشكل اخويا اللي ولينا كنعانيو به كنشوفوا حنا الخدمه غدا وتتقلال وكنشوفوا الاسعار غدا وكتزاد هذا هو المشكل اي حاجه دابا تدخل المقهى تزادت تتمشي عند مول شويه تاكل تلقاه تزاد كلشي تزاد الخبز تزاد الطحين حنا ما بغينا الخضره المقاهي حنا ما بغيناش هادشي تزاد حنا بغينا تزاد الشباب يخدم زيدوا لنا بزاف المسائل الدرويش غادي مسكين وكيتهرس كاع الحمد لله حنا راه مازال شباب مازال تنفكروا خويو هاد البلاد الناس اللي عنده خمسه الاولاد سته الاولاد كي غيدير مسكين كيدير ايش لا بغى يمشي غير الحمام الحمام ولا ب 360 ريال هنا في مدينه مكناس برج مولاي عمر حمام ب 360 ريال يعني 400 ريال يعني اللي عنده خمسه ديال الاولاد ولا سته الاولاد كي غيدير عيش كي غيدير مسكين شحال خصو هو خدام تلقاه بالنايم مسكين تيخلص ب 80 درهم ولا 90 درهم وشحال خصو خدمه ديال سيمانه باش يدي الابناء ديالو للحمام والله العظيم بنادم تيضطر مسكين كيدوش هو في الدار وكل سيمانه كيصيفط جوج الابناء ديالو انا كنجلس مع ناس نشوف شي مسائل اخويا لا اله الا الله حنا كشباب حنا الحمد لله لحد الان تنطالبوا غير الهجره نخويو هاد البلاد لحقاش كي تيقولوا تما الا مشيتي لاوروبا ولا دول الخليج ولا كذا واخا مغلين عليك راه تيخلصوك مزيان هذا هو العكس ديالنا حنا في هاد البلاد كتزيدوا لنا في الاسعار كتزيدوا لنا في الماكله كتزيدوا لنا في المقاهي هما الاخر كي بغيتي نتايا بنادم يعيش واحد خدام مسكين ب 80 درهم كي غيدير يزيد القدام كي غيدير كيمشي للقهوه كي غيدير يوكل وليداتو كي غيدير دي ابناء ديالو الحمام خصهم راه لا اله الا الله راه الناس راه ضروا غير في العيد مشاو يكسيو الابناء ديالهم راه تصدموا كتلقى سروال ب 3600 ريال كان كيديريه ب 70 درهم حيدتو لنا سوق الحد اللي كان عايش فيه الدرويش كان عندنا سوق الاحد كان موسمي عندنا كل احد تيكون هذاك السوق اخويا كشي كتمشي كتلقى سروال ب 60 درهم ب 70 درهم ب 80 درهم سبرديله كذلك خلاو لنا غير الهديم خلاو لنا الهديم كيدخل بنادم يتقدى تما في قبه السوق مسكين المسكين تيجي قلت لك كاسي ولد واحد ب 500 600 درهم وكان سوق الحد 500 600 درهم تيكسي ولادو كاملين حيدتو لنا سوق الحد من جات كورونا تحيد من تما ما عاودش رجع ما عطيتونا سوق واحد اخر ما درتو حتى شي حل دابا حنا تنشوفوا ها السوق تهرس هضروا الناس بساكن ديال السوق ما كي تيقول ما سمع لهم حتى شي واحد يعني هذاك السوق كنا كناكلوا فيه خبز وكانوا الناس يتكساو فيه ولادهم كان اي حاجه كدير
مثلا في المدينه في قبه السوق كدير شي حاجه ب 3150 درهم، في السوق كتلقاها ب 70 درهم 80 درهم مثلا. غير الجوخات، الجوخات والله العظيم الا كنا كديهم ب 80 درهم كاع الغاليه ب 100 درهم بلا غير ب 30 درهم. دابا كلشي تزاد، الحكومه كنا كنتسناو منها بزاف ديال الحوايج، كنا كنتسناو من السي اخنوش بزاف ديال الحوايج، كنتسناو زعما تحسن الوضع، تنقولوا الشباب بغى يخدم وما يبقاش الغلاء وما يبقاش بزاف المسائل، تنقولوا تمسك علينا الساعه ما شفنا شي حاجه خويا القدام، ما شفنا غير غدا وتترجع الله، كتصدم كل نهار كتفيق كتسمع حاجه، حنا قلنا مور العيد غتفاجئ، تتنوض كتسمع زادت في الزيت، زادت واش الزيت كان ب 70 درهم 60 درهم ولا ب 2200 ويوصل 150 درهم، تتشوف الماطيشه غلا، تتشوف الخضره غلا، تتشوف الترونسبور غلا، المسكين واش اللي عنده الفلوس ما تيفكرش المسكين، واش هاد المسؤولين هادو اللي شادين هاد الحكومه ما كتفكروش الدرويش، ما تفكروش اللي عنده خمسه د الاولاد وتلقاه مريض مسكين في السياتيك الدار وكذا، هو تيمشي تيخدم الشتا والصيف في البني باش يعيش ابناء ديالو. يعني حنا كنطالبوا حاجه وحده، كنطالبوا غير الهجره من هاد البلاد صاف. يعني علاش كنطالبوا الهجره؟ حنا ما كرهناش نبقاو حدا والدينا ونبقاو حدا الاحباب ديالنا وحدا الاصدقاء ديالنا، حيت بلادنا زوينه وتنبغيو بلادنا وكنبغيو مالكنا وكنبغيو كلشي الحمد لله، ولكن مقهورين في حاجه وحده، كتشوف الزياده والخدمه قليله شي لا خدمتي ولقيتي شي خدمه تتفرح بها تتلقى واحد الصالير ضعيف، وكتشوف دابا هاد الزياده مثلا تتبغي راه لا اله الا الله خويا، راه طبلة المواطن طاب مواطن عيا والله العظيم، وزادوا كبلوها وجبلوها دابا هما المقاهي غلا، وهو فيما بقيتي فيما تبقى تمشي غتبقى تلقى الغلاء. دابا كي قلتي دابا الشباب من تيبغيو يمشيو المتنفس الواحد ديالهم هي المقهى، ها هو دابا شكون اللي غتجي فيه الاكثر؟ غتجي مسكين في داك الكارسون، يعني ديك الدريم بروفور اللي كان كيديها ما غيبقاش يديها، علاش؟ بنادم مسكين راه بحال راه كيتكافى كيبغي يخرج من داك الهم، ما كايناش الخدمه ما كاينش بزاف المسائل، كيبغي يخرج يمشي للمقهى ويجلس، يعني الا كان غيجلس يشرب قهوه الصباح ويشرب قهوه العشيه غيبقى يستغل قهوه وحده في النهار. المواطن كلاها بزاف، والشباب راه ما خدامينش، الناس قاري الاصدقاء ديالي كاملين تبارك الله راك شتيهم اخويا، راه ماشي زعما كلشي قاري كلشي باك بليس دو فايت الباك دبلومات العالم وجالسين، يعني بنادم تتحس به غير طرطق، وكتزيد على الغلاء تتلقى الوالدين ديالهم عيانين وهما اللي خصهم يخدموا عليهم وتزيدونا بالغلاء راه بزاف، كتلقى عنده خوتو صغار هو قاري ما خلى فين مشى. نعطيك مثال بالاخ عبد الله هذاك الصديق، هذاك مسكين تقبل في المخزن وتيوليو يقولوا له حقا راه تيقول لي راه تقبلت راه السبور كلشي نجحت فيه، تيولي مسكين عاوتاني ما تقبلش عاوتاني في اداره السجون عاوتاني ما خلى فين ندفع مسكين ما خلى فين، هو دابا اضطر مسكين لتمارة البني وكيجيو خدام على الام ديالو والاخوات ديالو، وكيتيقولوا مسكين مكرفص والله العظيم التليفون ديالو باعو في هاد العواشر باش يكسر جوج خوت ديالو، يعني بنادم طايب قرايه عرفتي تهضر معاه تبارك الله العلم اللي عنده والقرايه، يعني بحال هاد الشباب ما يخدموش. واحد الوقت انا كنعقل ملي كنت صغير، دابا عندي 33 سنه، ملي كنت صغير كنعقل الاخ ديالي غير شد الباك بقى تيعيطوا له الجندارم تيعيطوا له البوليس تيعيطوا له التعليم، راه دابا استاذ، يعني علاش هذاك الوقت كانت زينه كلشي رخيص وكلشي اللي عنده باك تيتوظف، دابا حنا تنشوفوا تبارك الله الشباب واعيين وقارين واعيين على هذوك الناس قدام بزاف وهما مساكن هيتي دور عدد نهبطك اللحومه عدد الناس تبارك الله قارين بزاف بيكان يستاهلوا يكونوا حتى هما في شي منصب، يكون استاذ يكون بوليسي يكون شي حاجه في الدوله وهما هي جالسين، اضعف امامي البلديه اضعف امامي مقدم كاع يخدم مسكين، واخا هو قارئ اللي مقدم وهو كتشوفه مسكين هي مكرفس، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ماشي غير هو عداد، حنا كنتمناو والو اخويا، حنا حتى التجاره كنا كنخدموا فيها وما حيدوا لنا السوق الحد، احنا هي جالسين كنطالبوا حاجه وحده كون لقاو ما كرهناش حنا كون لقاو دابا ينخويو، هذا الشيء اللي كنطالب، شي فيزا ولا شي كونترا نخويو ونخدموا وما نساوش بلادنا، هذا هو الميساج الاخر ديالي، لحقاش كلشي غلا، والفرق ديال اوروبا زايدين هادوك حتى اللي زادوا راه كيزيدوا، مثلا زادوا لك في مطيشه وزادوا لك مثلا في القهوه وزادوا لك مثلا في الطحين وفي هاد الشيء كيزيدوك في خلصه، كشي كتاخذ 180 ريال تيقول لك ها هي مليون ديال ديك الزياده، علاش دوك الناس باش يضرب؟ حنا كينقصونا من الخلصه من الصالير في اي خدمه كتخدم غير اللي خدام مع الدوله، كينقصوا لك كيزيد وكيزيدوا يغليو عليك، كي بغيتي بنادم يعيش راه المواطن عيا بزاف، والسلام عليكم، ميساج راه واصل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.